الزعيم عادل إمام استلم أول 10 حلقات من مسلسله عوالم خفية، ده إخراج رامي إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وبيعكف الزعيم دلوقتي على قراءة الحلقات استعدادا لبدء تصوير العمل خلال شهر ديسمبر المقبل. كان الزعيم خاض سباق رمضان اللي فات بمسلسل عفاريت عدلي علام تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، واللي عرض حصريا على شاشة MBC مصر. شارك في البطولة عدد من النجوم، على رأسهم طبعا كانت غادة عادل ومي عمر وهالة صدقي وأحمد حلاوة ولطفي لبيب.